كده ليه؟ صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله. تعالى يا عم ابراهيم. خلاص يا ست الكل، بالراحه، استناني انا يا عم ابراهيم. حاضر يا ست الكل. ايه ده؟ هو انت مش عندك شغل النهارده ولا ايه؟ طلعت اجازه. طب يا اختي شرفتي، الحمد لله على السلامه. راجل نجس يا ابن الصرمه، يا ابن الصرمه، يا ابن الصرمه يا نجس. يا عم ابراهيم. ايوه. خش. حاضر. تعالى يا عم ابراهيم، ركب لي الباب على الاوضه. حاضر. حاضر يا ست زكرا، اكد لي على الاكرة. حاضر. الله، بتعملي ايه يا بنتي يا زكرا؟ يعني هكون بعمل ايه يابا؟ بنركبه باب. احي اهو، باب مردود شر مطرود. رايحه تشتري باب يا عين امك؟ طب يا اختي كنت اشتريتي حته غساله اوتوماتيكي بدل ايدين امك اللي باشت. غسالة؟ مش لما نبقى ننضفه من جوه نبقى ننضفه هدومنا؟ يلا يا عم ابراهيم شهر. حاضر يا ست ذكرى. ما قلت اسف بقى، خلاص. تعالى تعالى يا عم المقموص. انت في السكة في وشي؟ بكرة هعملها معاك. الله، ما انت مجنون. في حد يكلم حد الساعة 4 الظهر؟ ها؟ احكي لي، عملت ايه من غيري؟ قابلت فاتن. بتحبك البنت دي، شكلها بتحبك. اه بتحبني. عايز تتجوزها؟ لا طبعا، لا هي ولا غيرها. واساسا فكره الجواز كلها مش في دماغي. احسن. اوعى تتجوز. ليه؟ عارف يا علي الناس بتتجوز ليه؟ بتتجوز عشان بيحبوا بعض. ده كلام افلام. الناس بتتجوز عشان تضمن انها لما تموت ما تبقاش لوحدها، يبقى في حد جنبها. يا سلام، ايه الانانيه دي؟ دي مش انانيه، ده حقيقه يا علي. لا تحب حد او ترتبط بحد ازيد من اللازم، فجاه يروح وياخد روحك معاه. انت بتتكلم على ايه؟ الموت. عن الموت ولا عن الحب؟ موت في الحب، انك ترتبط بحد قوي تحبه قوي وفجأة يجي الموت ياخده منك. ده حقيقي، الموت ما بيستناش حد، بيجي فجأة بياخد أي حد بتحبه أو ما بتحبوش. أيام ناس اتجوزت ودفنت عيالها وهم لسه عايشين. عايشين ميتين يا علي. أنا مش فاهم حاجة ولا عمرك هتفهم حاجة. انت لا بتعرف تكتب ولا بتعرف تألف ولا بتعرف حاجة خالص. سايكو، عارف انت هتفهم امتى؟ لما تحب. أما عاملة لك شوية شاي حسوكة يستاهلوا بقك عنب. تسلم إيدك يا أم حسوكة. تسلم يا حبيبي. يا حسن مالك؟ مش عوايدك يا ضناي. في الميعاد ده بتبقى يا إما في السيرك مع صاحبك يا إما في المينا. عادي ياما، زهقت. تغيير يعني، زي ما كل حاجة كده حوالينا عمالة بتتغير. أه التغيير مش وحش برضه. بس أنت في جواك حاجة ومخبيها عن أمك حبيبتك. المينا مش كده؟ مش عارف أقول لك إيه. أيوه يا ابويا كل ما يشوف خلقتي يقطمني، عايز نمشي واسيب المينا باي شكل، مش عارف ليه. معلش يا حسن، ابوك يا ضنايا عايز يشوفك احسن واحد في الدنيا. يا ستي ما انا عارف، بس حطي اي حد مكاني. يما المينا دي انا اتربيت فيها.
لعبتي اللي ركبتها وفكيتها من وانا صغير. ده انا عشرت المراكب والناس اللي فيها اكتر من اي حد. امشي النهارده واطمع في شغلانه تانية. لا اله الا الله، هو عايز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان؟ الله، طب ما انا معايا شغلانه، اروح ادور على حاجه تانية ليه؟ يا حسن يا ضناي، ابوك ظهره انحنى من شغل المينا وشقي وتعب. ياما ما انا قلت له مليون مره يبطل شغل بقى ويريح نفسه. كل واحد بياخد نصيبه يا ضناي. ونصيبه ان هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره. وهتقول له كده حسن يسعد؟ لا يا اختي ما تخافيش، مش هقول له. ما انت اخرى عامله زيه ومكفيه على المكنه ليل نهار، ما فيش مره تقولي لي يا حسن تعالى وديني السيرك يا حسن. الا بالحق ما توديني السيرك يا حسن. يا حسن يا ضناي، ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا. كل زمايله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينا، بس عيال كسر بقى مش ملحلحه كده زيك، ما معهمش شهادات عاليه زيك يا حبيبي. نفسه منى عينه يقف وسط المينا كده ويقول بعلو حسه، انا ابني مهندس قد الدنيا وما اعتمدش على حد. كتير عليه ده يا حسن؟ لا يا عم مش كتير عليه. بس في حاجه تانية بقى يا ابن بطني مخبيها عني، مش عايز تقولها لامك حبيبي. بصراحة أما كده أصل في حاجة كده عايز أطلبها منك، بس مش عارف تخدميني ولا لأ. عيني يا حبيبي. معلش معاكي 200 جنيه. تعالي بس أنا بهرج معاكي بختبرك، بشوفك هتطلعي معايا جدع ولا لأ. يا حضرة العمر ابنك حيني ده حدفني بستافندي. اهدي هي ناقصاكي. حرام عليك يا فاطمة، هتفضلي مدوخاني لحد امتى؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ اني مش جدع، اني جدع، بس انا عايز اقولك كلمتين. احسك حلو قوي يا فاطمة، بيسحر كده ويلبش الجدي. هو ايه ده يعني؟ الله، قوليها تاني كده. انت عارفة يا فاطمة؟ انا شفت كتير وقليل لما كنت في ايطاليا نسوان وحريم يشيبوا شعر الزلبطي. بس وربنا، شوفي وربنا، أنا عمري ما شفت في حلاوتك ولا في جمالك ولا في سحر حسك. فاطمة؟ أنا بحبك يا فاطمة، بحبك وعايز أتجوزك يا فاطمة. يا بنت أنت وقعتي على ودانك وأنت صغيرة ولا إيه؟ ما تقولك. مش أنا اللي بقول في الحاجات دي يا عبد المعطي. عبد المعطي، كمان عارفة اسمي. طب أنا عايز أقول لك كلمتين كده من اللي في نفسي نواحيكي. بقولهم لأبويا بردك. أقولهم لأبوكي؟ مسلحي المصدي دي هقول له وحشتني وعايز ابوسك من بقك. ده ايه النيله دي يا ساتر؟ صباح الخير يا ابطال. صباح الخير يا حسن. انا عندي عطل في التربينه الرئيسيه. اوكي هبلغ الشركه فورا. شكرا. صباح الخير يا ورد. صباح الخير. قلبت عليك الدنيا لحد ما لقيتك هنا. مالك يا حسن؟ مالي يا ورده؟ ما فيش حاجه، زي الفل. في ايه؟ حسن، في ايه يا حسن؟ احكي لي. احكي لك ايه؟ ما فيش حاجه يعني، لو في حاجه يبقى مشاكل عاديه، مش عايز اوجع دماغك. بس ما فيش حاجه، انت ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ رأي يا حسن، هو انا غريبه عليك؟ يا حسن انا ورد، انت بتقعد معايا وبتبقى مش معايا خالص، دماغك في حته تانيه. في ايه بقى؟ انت في حاجه جواك مخبيها؟ لا خبي ورد، مفيش حاجة، أنا كله تمام. قولي لي أنتِ أخبارك إيه؟ أنا تمام الحمد لله. عمك محرم خلاص اتصل وقال إن هو هيجي بالكتير قوي كمان أسبوعين، وهي فرصة هتقعدوا تتكلموا مع بعض بقى ونخلص يا حسن. طب كويس، خير إن شاء الله. أنا كنت بحسبك هتبقى مبسوط أكتر من كده. أنا أكيد فرحان طبعًا، بس أنا كنت شايف إن إحنا يعني نأجل شوية أحسن. ليه يا حسن؟ ابدا ورد، يعني كنت عايز اظبط شويه حاجات، يعني نبقى مرتاحين لما بنتجوز، يبقى مفيش مشاكل، كل حاجه ماشيه كويس. يعني ما انت خلاص ان شاء الله هتتخرج رسمي اهو، والشغل بتاع القاهره ان شاء الله يجي لك. وبعدين يا سيدي حتى لو ما جاش انت شغال في المينا، في ايه بقى؟ ايه المشكله دلوقتي يا ورد؟ مفيش حاجه، حاجات عاديه ولازم تتظبط. خلاص بقى يا ورد. وانا قلت ايه غلط؟ في حاجة بينك وبين شوق يا حسن؟ انت في حاجة بينك وبينها صح؟ شوق؟
ايوه شويه حسن، انا شفتك انت وهي وانتوا عمالين تتكلموا مع بعض على السلم، وقلت لها نفس الكلام يا حسن، قلت لها ان انت هتظبط امورك معاها الاول صح؟ شو مني يا عبيطه، انت مصدقه اللي انت بتقوليه؟ يا بنت انت، وانت في غيرك في قلبي حماره؟ ده فاهمني انت، انا فضلت كتير قوي قاعده وساكته ومستنيه اقول هيفهمني هيفهمني، ولا نطقت ولا قلت حاجه. يا حسن في ايه بينك وبين اللي اسمها الشو ديت؟ ده حتى اتجوزنا عاوز تاجله يا حسن. يا بنت انت، يا بنت انا فاهمك على كل حاجه، بس كله بقوانا. ايه دي بقى؟ شو مين يا عبيطة انت؟ تعالي تعالي يا عبيطة، تعالي شو يا هبلة، تعالي. والنبي يا دكتور. أيوة قال الدكتور أمشير بسرعة. والنبي يا دكتور. اتفضل يا أم. أنا عندي فيروس سي. أيوة. وبعمل إقرار علاج، وعشان يكمل لازم حد من الدكاترة اللي هنا يكشفوا عليا ويحولوني أعمل تحليل واخد التحليلات دي كلها وديها الإدارة. ما كشفتيش ليه؟ ما حدش راضي يكشف عليا يا دكتور. واحد قال أنا ما بكشفش عليكي عشان أنا بكشف على الطوارئ، والتاني سابني ومشي وخرجني بره وقال لي أنا خلصت نبطشيتي خلاص، وأنا مشواري بعيد يا دكتور، وعشان أكمل كده لازم أجي تاني عشان أخد القرار. حاضر يا حاجة، انت استني شوية، ده مش تخصصي. عايز حاجة علي؟ الحمد لله الحمد لله. في حاجة ولا دكتور؟ الست الطيبة دي عايزة أسماء تحاليل وعايزة بس علي عندي بريفت مع الدكتور سعيد، وأنت عارف ما برحمش في التأخير. إن شاء الله مش هتتأخر 10 دقايق. بص بص هي عايزة إيه؟ بس عايزة إيه؟ طبيعي علي، أنت مش مدير المستشفى، وكمان مش من حقك تقول لي أمشي ولا أستنى. أرجوك أنا عايز أمشي. لا من حقي أقول لك كده. وأنا من حقي أمشي أشوف اللي ورايا. لا مش من حقك، من حقك تعالج الست دي. العيني مش من بقية أهلك يا علي. من بقية أهلي. فين خاتم؟ على كانوا قدام العينين ولا إيه؟ الست الطيبة دي عايزة أسماء تحاليل وعايزة أي حد يكشف عليها. وأنا خلصت ولازم أمشي، عندي برايفت مع دكتور سعيد. أمسك يا أستاذ. شوف الست عايزة إيه. لو مشيت من غير إذن أحوالك التحقيق. اتفضل. حاضر يا دكتور. اتفضلي يا حاجة. بالسلامة يا أمي. مع السلامة. عندي برايفت مع الدكتور. علي، تعالى معايا يا حاجة. حاضر.